وإلى محافظة الدقهلية، حيث افتتح محافظ الدقهلية أمام مختار المعرض الرئيسي أهلا رمضان للسلع والمواد الغذائية بمدينة المنصورة داخل استاد المنصورة الرياضي. تفقد المحافظ أروقة المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، فيما التقى بالمواطنين واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم. وأشار المحافظ أنه سيتم افتتاح 15 معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وأيضا جهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم افتتاح 7 معارض وجرى افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع القادم. توجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعمل معارض أهلا رمضان على مستوى كل المحافظات، وإحنا هنا في الدقهلية بنفتتح المعرض الرئيسي في مدينة المنصورة، تخفيضات من 25-30% بالتعاون مع الغرفة التجارية والسيد وكيل وزارة التموين. زي ما حضراتكم شايفين كل المنتجات موجودة وموفرة، الأسعار بتاعتها منخفضة من 25-30%، والأهالينا في الدقهلية كلهم مبسوطين. والمعرض ده واحد من ضمن 16 معرض، في 15 تانيين هيتم عملهم أو بالتزامن مع المعرض ده بتكون موجودة في المراكز والمدن المختلفة في الدقهلية. وبقول لكل أهالينا في الدقهلية كل سنة وانتم طيبين يا فندم.